في مخيم الشاطئ للاجئين غرب مدينة غزة تدب الحركة في منزل عائلة الزهار، فقد حان موعد شحن الأجهزة الإلكترونية وتشغيل الفرن الكهربائي والتلفاز وكذلك المروحة للتخفيف من حرارة الصيف. فخلال الأشهر الأخيرة لا يحظى مليوني فلسطيني في قطاع غزة سوى بأربع ساعات من التغذية بالتيار الكهربائي يومياً. على طول على عجين بدنا نعجن بدنا نغسل، تقطع الكهرباء، اجت الكهرباء، طيب استنوا بدنا نعجن، العجين بيخرب، مرار بنرميه ومرار بنخليه، الغسيل كذلك الامر، صرنا على ايدينا نغسل. وقد بلغت أزمة الكهرباء في القطاع الذي تحاصره إسرائيل ذروتها في الأشهر الأخيرة إثر تقليص الدولة العبرية التغذية للقطاع بعد قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس عدم تسديد فاتورة الكهرباء المقدمة لغزة في إطار ضغطه على خصمه حركة حماس. محمود يملك محلاً لتنظيف الملابس وهو لا يبدو أوفر حظاً في اختيار أوقات عمله. مرات يجي الكهرباء في الليل، يعني الدور اللي فات نزلت على 3 الفجر، أنه الجدول أجا 3 ساعات كل 24 ساعة، أجت من 3 في الليل للستة الصبح على الحال، 3 الفجر للستة الصبح، 3 ساعات كل 24 ساعة. بدك تار تشتغل عشان ترضي الزبون. بالنسبة للبعض هي مسألة حياة أو موت، فعبد الله من مخيم الشاطئ اضطر للاشتراك بخدمة الكهرباء من المولدات لتشغيل جهاز تنفس يحتاج والده المريض بالربو. جهاز يحتاج إلى كهرباء منتظمة، فاضطررت للبحث عن البديل، وجدت البديل أن أخذ خط كهرباء بديل بمبلغ مكلف عالي جدا بالنسبة إلى وضع الاقتصادي، والحج يحتاج باستمرار إلى كهرباء موجودة في البيت على مدار 24 ساعة. ورغم أن مصر سمحت أخيرا بإدخال وقود صناعي لتشغيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع، إلا أن ذلك لم يحل المشكلة إلا جزئيا، فيما أبناء غزة المحرومون من أبسط مقومات الحياة يدفعون ثمن الصراعات السياسية.